بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكي أفرتني كوباد كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وحين قسوة شري أغونتا إيو قبلها دمرك إيو إنت كلام مسلمين تتاكت دران إيو مساكين تا إن لو إحسان فلو لو نحارسو لو تنقضو آن لسكس الرئيسينين قعانتي يقربك إيري قبل لو دبعي قسوة شري حديث كي وحينو دنبي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين مسكين كربتها ماها أما مسكين ضم يستر الماء الذي متك ترده أي علنا يسي كفل انتهي سؤاش كتو تشينية أما الباب ككلا بني التمرة هل تمر يو التمرتان إلى بحبو تمرة ولا اللقمة ولا الذي ترده متك يعلن ليس مسكين ربا ماها اللقمة أفقلس يو اللقمتان إلى بأفقلس إنما المسكين مسكين كربتا وحاوي أي مضاني وحلسيو وحلو صدقيستو الذي مثل يتعفف دور سني الذي يتعفف أي عن السؤال سؤال شيء يدور سجى يوريج كدور سني حق النباهن متفق عليه رواية حديث قوليها هي وحال صعود في الصحيح وقرأوا إن شئتم لا يسأل الناس إلحافا وضاد دونتان أخرية قوله تعالى لا يسأل الناس إلحافا مركز سيدة سوي. وفي رواية رواية وحاكوية مد في الصحيحين رواية صحيحين كنت على وحاكوية مد ليس المسكين مسكينكم ماها الذي مدك يطوف وريقية على الناس ومدك وريقية ترده اللقمة أفقل إسباسو عين اللي بعنا صور نقهي وإنت أمبر هادنا قولوا أنا وحلوغة ديبي كلا الله وحلوغي الباب كاسا حلوغة ديبي ساسو وريق دانتي سبو أنك عانت اللو التاقو يحدوني بها الله سيئيه تردها يعلن يسوء يكفل أنت اللقمة وعفك اللقلي ومر لعونة واللقمتان لبا أفقليس والتمرة حبة تمرة والتمرتان لبا ولكن المسكين مسكين كدبتا شرع وتعلي هاي وحل السيئو الذي متك ويج لا يجد أن هلين غنا كفل لاشو غنا دنقاريد غنا تنادي هذا تنمو يغنيه الدقة يعني وح كفل المهليو باهدي سوح كفيه أو ذا مهليو ولا يفطن به حقنا للدريب ما هي لود قيلان ما هي واسك قرح سنه هي واسك ويسستا واسك عسي هي سلاديس اسكتو كذا وحكم ويديسن ما هي لكن كوا دور سنه وريغيا اسغا كليتا حق باهدا كدي بدنا ولا يفطن به لود قيلان ما هي للدريب ما هي او فيتصدق عليه وحلو صدقيس تودي ولا دريمه ودنتيسه شيقت اما لدروفه وحبان الله سين لها لكن ومسكين كمسلم كخامل ك ولا يقوم من استاغ يو فيسال الناس تدكو وحوي ديستو اذا حديثك ومن باب قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله كان ورد دور سنه وريغي ومسكين عرفا ولغه وشرعا مسكين لكن النبي حجد عليه الصلاة والسلام مسكين كأكمل كآل لأن اسم الجنس إذا أطلق لا يقع إلا على الأكمل بهذا كورد السؤال هذه القاعدة في العربية وأنا قاعدة السلفية وقاعدة شرعية وهي اسم الجنس قادر لإطلاقه وحقود عا أكمل ك الرجل هذه اللي إذا دول بألق قليب حلو إطلاق هيا نرجعت كدرعة نقول بقول رأيك يا لنا وحكل المدن لو ما تشيدي نقولي ألو تشيدا مركو النبي يقول ليس المسكين كلية هاي وحوجي إذا إنما المسكين والمسكين الكامل في المسكنة مسكين كربتا عرفا وشرعا لشعلي هاي وحلاسيو وأنك باهنا يدبك قبا يدبك قبا حقنا أفقباتنا يا إيس إلى علينا يوم وإن صومر الحديث كي ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب صومرته نيكا كلا شدية أول لو مدي دينا وحلو دي دي وحالا ينكا وحلق دي إن الرقيت كا وننكا نفتي سهن تمر كي عرائيو حراقي ما دولا إسقون صدو صادرت الرواية حديث كل حكوية ليس المسكين بهذا الطوافي مسكين كربتا ما متكا وريقا إيه سوق حوك سنة
nabigu muxuu saa u leeyahay calayhi salaatu wasalaam? Laba macne culimmadu sheegeen. Macnaha koowaad, ninkan wareegaya dawarsanaya, dawarsigaasuba kaga baxaya miskiinnimadii oo xooluba tabcanaya. Nimanbaaba guryo ka dhistay, waad ogtihi guryo waa loo soo joogay, islii warkeeda waa la hayaa. Nin baa hadda koor misaalka naftu noogu keenay. Imaamkan la hadlo waxaan ku war ninkan waa ina baaba'shay, salaadii baa laga tukan la'yahay, bal intaad weydiiso bisha waxa ku filan weydii, lacag 10,000 uu sheegtay. Dhaadhac kalaan meelo kale ka helaayo guriga kiriisa laga bixiyo oo 7,000 oo shilin ah. 15,000 oo shilin baan u ballanqaaday bil walba inaan siino. 3 bil oo 4 markaan siinayni wuu soo noqon waayo. Markuu dhowr bood naga maqnaabo halkan soo istaagay. Waxaa dhihi imaam qaboso ninkii maa waa imaamka la shiray. Wuxuu dhihi wixii iguma fillo meelo kalaan ka waxaan heli jiray dhowr 100,000. Marka masjidkan aan ka shaqaysan jiray nimay naftaad ii keenteen. 15,000 waan eeday iska kaydaayo. Lugu kala tag. Marka waa misaal yar wey, way badan tahay. May ogolo, waa niman shaqaysanayo oo xoogsanayo wey. Imaam Cabdinuur weydiiye. Aminka hadda masaajidka ninka waa yimaadaa, usbuucii mar buu soo dhacaa, lama ka dhaqaajin karo. Dhowr waa 10 sano ka badan. Haddii 20 ku dhaweyn. Almuhim, miskiinka kaa wareegaya dawarsanaya, baahidiisa wax kafeeyo ummadda ka helaya. Asagaaba su'aal badni iyo iimaan la'aan u sii wareegi mooyeena wax yar oo ku filan waaba helaaba. Taasi waa masalo. Masalada labaad, nin baahidiisa qarsadama waa nin sheeganayo banaanka soo dhigtoon xushoonni wey. Labada arrimoodba ka kala ninka kala ka mudan waa in la siiyo magacii miskiinnimada ahaa, laana ninka dantiisa ma sheeganayo, waana baahan yahay, ma wareegayo, wax ku filanna ma helayo. Idan kaasaa miskiinka sharciga in wax la siiyo ah. Riwaaya marka xadiidku innama almiskiinu, nabigu inuu toos u jawaabay baa ka muuqata. Laakiin markuu nabigu laysa almiskiinu aladii taruduhu tamratu wala tamrataani, riwaaya waxay tilmaantay qaaluu yaa rasuulallah fama almiskiin, kii aan naqaan haddaa diida nabi allow miskiinku waa kuma. Markaasuu nabigu u sharxay wa alladii laa yajidu ghinan yughnihi walaa yutafatanu lahu fayutasadaqa calayhi walaa yascu naasa ilxaafan. Riwaayo kale dadkan waxba aan weydiisanayn, dadkaasaa marka yaa la rabaa in wax la taro, wax loo qabto wey. Maxaa yeelay dadku bani aadamku beryahan dambe in laysdareemo oo xataa laystoydo bay iska yar tahay. Marka xataa dad baahidaada sheegato inaan waxba lagu qabanin baa iskaga badanta oo ceebtadan la ogaado. Marka inaad iska qarsatood baahida Ilaahay u dhiibato oo intaad raacatay iska tukato Ilaahay barido inuu aadamaha kaa kafeeyo gacantana wax kuu geli ayaa kugu filan. Baryahan dambe waxaa weeye xataa kii calaa calahay baa nagu nafbaxahay. Hadda goor baa idinka sheekeeyay nin masjid ka istaagay ruuxaysiiya warsaaka ma quraacan oo shalay wax ma helin oo xalay gaashaan ku bariyey oo maanta ma qadayni waa iga liidataa suulaha. Imisaad dhowr oo sidaa isku maray. Galabkii dambe masjidu Nuur inuu habaan u maleeyo masjidu Sawti ku yaalay ku nafbaxay. Markay naftu qabatay baa loo orday, dhakhtar baa la geeyey. Waxay nafaqadaray gaashu ninkan u dhimanaya oo waa lagu xabaalay. Gaal xusuustan baan u maleynaya. Hawsha iyadaa. Marka baryaha naxariista iyo danqashadii waa iska yaraatay. Marka Ilaahay isku xidh, Rabbigaa iska bari, Allah isku xidh. Dacayd inay kaaga dhigan baa laga yaabaa. Qadiyadii muxuu ahaa ninkii Ciraaqiga ahaa, muxuu Karim al-Ciraaqi. Muxuu laa tashku linnaasi jurxan anta saaxibuhu. Laa yu'limu al-jurxu ilaa man bihi alamu. Muxuu dhibaato aduu ku haysatay dhaawac kugu yaala dadka ha u sheeganin. Maxaa jira laa yu'limu al-jurxu ilaa man bihi alamu. Dhaawaca iyo dhibku wuxuu dhibaa buu oo dareema ruuxa uu nabarku ku yaala boogta ay ku taallo. Shakwaaka linnaasi yabna annaasi manqasatun waman min annaasi saaxin ilaa bihi saqam. Wuxuu yidhi haddaad aadama wax u sheegata niyahow, aadamaha loo barya tagay wax loo sheegtay waa dulinimo iyo liidnaan. Iyadoo sidaa tahay waman min annaasi saaxin ilaa bihi saqam, dadku yaafayowba dhibkaadsiyan waa lagula qabaa. Nin walba meel buu ka bukaa, baahidii baa baahday, iska afgabaadso, is astur, Rabbigaa subxaanahu wa tacaala wax u sheego. Fa in tashku
فإن تشكو لمن شكواك سعادته محيري أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. رنتي وحولها الداد أشيغة تربك هذه نين أي شيغة شدادة بسعادة أطه لبك أتشيغان يباهد أتشيغان يبقى كفر حايا كي إنه بلها مار أو النفط كب حيسانر كيف كله إن بضنب إسوالا يمانت ويكعب هاي وليان قربانا يوحلو حمان جري قيلو ذا لما مرو قيلو ذا لما مرو لما مرتيو عانا لقمات لما أضع سكراد ومرتئة هدات قيلو ذا كسو بحضو ورقيلو واي وقيل الرهب اسكاقال لحي دي معاجرة ديل عانو وين بيكون لسا يا مركات ويكون لسا مركو كوبات ديل كعان هدات لما ينويدو وحيكوليه إيمان لأن بهيسي قاتبا مهينين سوق يوحي قيل يان ومقال ذي كغو الرمي عالش قيل وكعبي كشي كين هب لها بمان عان إلا سويلي ديل بانس حبو عبي وايب إيمان كولاي قاتبا مهين بيكوليه هذا ديل كهان سطوط لما يسانا وحيكورن هيان إني هبلو مانتو حان صومر النفط أي كب حيسو هدو سنقيل أنك صومر لهينا لما أركين حقيتكو بحسن مركو وايه هاي بلادو حقيقة بحسة داديل كي إبريسانة كوود داران هداد هم بيسانة كوود داران بنادان ساسو اسكن نغضي مركب باهدان اسكا استورتو إلهي أشيغاتو أيه يكون في عانتاي بركة سيداسوي مركب دادك أسي مسلمين تي اسكا استوران إذن دي بينين هلو هلو نحريستو هلقا ورقبو وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحرسوا بنوه الساعي على الأرملة ننك أتاغن الساعي أي المنفق سعي يدو حلو قد بيي على وحال الدنسية معانه إنفاق الساعي على الأرملة هو أنك قروب كي رقل أنت أنك أتاغن هو الشوضة من الإرمال بلغاكن أرملوه من الإرمال والإرمال في اللغة هو ذهاب المال والافتقاد والفقر أيا ليلة هذا هو نذو مرك عدي تكور تاغنيده واحتريس اي ويدو ارمبل نقونيس مركا ما هلغا دينتو اما هل فرو اما غرب غبدان ولي غورسنين با هنقوتو الساعي على الارمله هو نيدا مسكينته انينكا ان لهين نينكا او شقيه واحتري وحو قبطه يا ول مسكين مد كتاات درن مسلم كا نينكا واحتري او استاغان بيل كودي نولوشودي كل مجاهد في سبيل الله مجاهد بولميد هيجدك الهي كو دغالميا واحسبه وحان امالين قال النبي انه يجري وكل قائم ننتا جنب اللتويا الذي قائم كاسو لا يفطر الصلاه ان كدالين عاور قيام الليل يا صلاه يا بريل اي اتاغن ايو لمدي وكالصائم من صوم بلمدي حق اجر كالذي صائم كاسو لا يفطر ان افرين با وهدي هبين با مال والبصوم يا وصون كي جوكتين متفق عليه اي لي النبي اسكا شبهي عاوردن إلا تاغنادو لا توكدو آدمهم ما أوودان إنسان لجوكتين آدمهم ما كاري كاران جهاد كون أعماش وعلوس أن لو وذكرين آدم حقي سمك الله في ريو كتيرا إلا من أخلص نين إخلاص لي يميدو إلهي أكتيس وحكولهم با جهادي هوشا كصوبحا سيدا وصوكالي هوين يمسكين أرملاء وأغون كرسانيس أما عرر لغفري أما أرحم بأن لهين وإسكباها نينك در إلهي وحسين إياه أصغن ضنك لكال هين ونادر ونادر كوغو بغمركو حيوغو بيلو أفكو قدو بهايا ما هدي أنو العقب ياشو وذي ما هي هدان سودة وذا بالكو رمب بالله بهايا وإي فانتين بيلتا يعني ساسو نبي سكو شبهايا مجاهد كو مركو جهادي إخلاص إيا صدق وماشا قيني غالبا صنك جوك تدعى إخلاص إيا صدق باكينا يا شهوات كل لقى الزاهدو سدوك لقيام الليل كجوكت دا سدوك لي إذن ساسو النبي سكو حرايا مسكين يا هوين الجروب وحتى ركود أضو دنك لكلا هينو جوكت يساي وحاول يكل جهادي في سبيل الله توتا وش مرك هذه هاد اللي قد دار النجا الصومالي ده مرك ولي بدق الحمد لله نحن بقى كأن نحن وحاكم وحاو وحوية هاي هوين إذا مرك يبا جروب جروب نقطه وحبي نقطه يابا إن كان يهبل الشاه كسوع ويقرب بين سبع لقوله ومحق قرب بينه أيضا بلوش حاتي وقران كل قرن وشاه بلا سك لقى عبي أول ربي بقى إيه وحلا ترى سك بداي هبل كم قصنا ويقرب بين سبع لقوله
meesha sharcadu ay tiri garoob waa dhibantahay, waxa la tiri inagu waxaanu samaynay haddaynu Soomaali nahay garoobkan wax ka daynaaba saa mata mise ma u fiirsada dhaqankaasay leeyihin Soomaalidu waa aafa inagu soo korodhigo. Marka aad ha looga dadaalo dadka waxa la toro, walidaalka jamaaca min asalaf si gooni ah ayay u daryeeli jireen dumarkaas garoobada ee caruurta korsanaya ku dhiban. Wadaad la odhan jiray Maxamed bin Cali al-Muusali oo waagi dambe loo bixiyey al-khayaad, al-khayaad agoonta iyo haweenka garoobada ayuu dharka intuu ka soo qaaday u tooli jiray. Wax kale dhaqaale kale ma hayo, waana caalim oo xaafid oo muxadid ah. Khayaad waxaa loogu bixiyey harqaanle, waxaa loogu bixiyey agoonta iyo haweenka araamisha ayuu dharka u tooli jiray. Xaafid uu marayaa wax dhar oo idinka ka dilaacay keena uu soo hagaajiyo, usoo talo u keeraya ku cusub buu soo gaday markuu shiin helo intuu u tolo xijaab ooga dhig u geynaya. Hadduu wax waayo mashiin asagu samaystay iyo irbadiisi iyo maxaadkiisa buu la kala baxayaa, hawsha ka dhammaatay buu tolaya. Alkhayaad baa loo bixiyey khayaad harqaan la waxaa loogu bixiyey inuu u tolo dharka, u hagaajiyo araamisha iyo agoonta. Wadaad la odhan jiray Abulcabaas Arifaaci min aimati shaafici aimati alfiqh wuxuu caan ku ah lagu yaqaanay asagu galabka markii la gaaro ayuu foofi jiray, xaabu soo guraya haweenka waayeelada agoomada gabdhaha garoobada ayuu xaabada u dhigi jiray ay shitaan, ashuumada biyahana wuu soo dhaamin jiray foostooyinka intaasuu qabtaa asagu. Wixii biyo u baahan buu keenayaa, wuxuu kaloo keenayaa dabkii xaabadii la shidan lahaa. Anu intaasuu awooda waa imaamin aimati alfiqhi aimati shaafici yani dhaqankaasay salafku iyo culimadu lahaan jiray, laakiin anagu waxa weeye hebla way garoobeynaysaaba lagu leh. Muttafaqun calayhi wa canhu can abi hurayra radiyallahu ta'ala can ay nabi sallallahu alayhi wasallam qala subhanahu wa ta'ala sharru ta'ami raashin iyo cunto waxaa u shar badan u liita u khayr yar baa laga wadaa u ajir yar bay culimadu leeyihiin. Ta'amu alwalimati walimada raashinkeeda yumnacuha loo diidayo man yaatiiha ninka yimada loo diidi waa walimo iyo zab iyo alabari iyo casuumaad iyo martiqaad weeye kii soo doontay dabka iyo sanuunta soo raacay baa sanka lagu dhufan. Sanka lagu dhufan waa la fiijinaya. Wa yudcaa ilayha waxaa loogu yeedhayaa man yaabaha mid diidaya loogu yeedhi ma iman karo waan mashquulsanahayo bal xilli kale iiga dhiga mid ku haya ayaa loogu yeedho la daba taagaya. Kii soo raacay suugada urkeeda soo raacay sanjiirdheeda soo raacayna waa laga celinaya. waman lam yujib ninkaan yeelin addacwata yeelidda casumaadda loo fidi ninkaan yeelin faqad casa allaha wa rasuulah ilaahay rasuulkiisii buu caasiyey. rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey. idaa duciitum fa ajiibu fi saxiix muslim haddii laydinku yidho waliimo yeeloo aqbala waliimo haddii laydinku yeedho yeeloo aqbala idaa daca axadukum akhaah falyujib waa riwaayo kale midkiin haddii waalkii uu casumo u yeedho ha yeelo yuusan ka diidi. idan culimmadu waa isku khilaafsan yihiin masalada waliimooyinka iyo dacwaadka yeeridooda waa la isku khilaafsan yahay. waliimatu lcursi oo waliimada arooska keliya ah ayay jumhuurtu qabaa inay waajib tahay, inaad aqbashood yeesho ay waajib tahay markaan waliba munkar iyo macsiya meesha aysan ka jirin aadan waxba ka bedeli karin. hadday munkar iyo macsiya ka jirto aad waxba ka qaban karin ajiibi maysa laa waliimatu cursin walaa gayraha. haddii laakiin waliimatu cursi lagaaga yeedho munkarka meesha ka jira wax ka qaban karto inaad ajibto waa waajib calaa raya jumhuur alcilm bal ijmaac baa la soo guursha. walaa'imta kale een waliimatu cursi ka ahayn jumhuur alcilm waxay qabaan inay sunno tahay mustaxab tahay ijaabadeedu. adilada iyo awaamirtaana waxay ku awileen curfigii markaa jiray ba iyagu markaa leeyihiin. daahiriya jamaaca waxay qabaan waa waajib kullu waliima kastoo lagaaga yeedho or munkar uusan ka jirin inaad ajiibto ood aado waa waajib bay leeyihiin. daahiriyadii maysan kala qaadan waxay ku dhageen daahiru lamri saarifna ma jiro yidhahdeen waxaad sheegtay waxba ka dhagaysan mayno. maalikiyadu iyagu tafsiil bay leeyihiin oo waxay leeyihiin dadkaynu kala qaadaynaa waliimatu cursa iyadu in la ajiibo waa waajib waxba ka hadli mayo, laakiin walaa'imta kale ninka iska dhexaadkii ummadda ku dhex jira ama xirowga iska caadiga ah ama odayga caamada ah asagu waliimadaasi ha tagay dhaheen. ninka haybadda leh sharafta leh ama culummada ama mas-uulka ah
yuusan ku degdegin bay dhaheen casuumaad kastoo loo fiday inuu tago dii kale calaqaatu noqon haya haybaddii baa dhici sharafti baa dhici bay yidhaahdeen xoogo waa inaad walimaadkaas aadan ku degdegin ka wareegeysato mid aad dhaqaajin weydo una yeeshay ilaa hadii kale waxaan noqon meeshii dab laga shidan inuu taagan un baad noqonaysa maalikiya tafsiilkoodu hawl sahlan maaha curfiga iyo xaaladdii markaa jirtay ku qiimeynayaan masaalixda bay rabaan inay jamciyaan almuhim sharka la sheegay ee welimada lagu sheegay waxay leeyahay way khayr yar tahay raashin walbo la fidiyo oo muslimiin loogu yeedho ajir baa laga helaa laakiin waa thawaab aad iyo aad u liita ayaa laga helaya midda ayada ee aqniyadan loogu yeedhayo fuqradan loo diidayo waxay la mid tahay leeyihiin axaadiisda ahayd ragga saf sububtooda waxaa u khayr badan safka u horeeya dumarkana safka sububtooda waxaa u khayr badan safka u dambeeya waxaana u shar badan ka u soo horeeya shariida waxaa laga hadlayaa waa qillatu lajri wathawaab baa loo jeedaa maxaa yeelay raggii baa isku dhowaanaya safka dambe ragga iyo kii hore dumarka isku dhowaanaya cawraad baa la arki karaa ajirkaadi baa nuqsaamaya dembi baa lagu qori karaa idan sidaasaa loo jeedaa bay leeyihin almuhim waliimadu ila waxbaad la baxaysaa khayri wanaag baad doonaysaa dadka mudan oogu yeedh ee masaakiinta ibnu cumar isagu dhaqan wuxuu lahaa hadday welimadiisi markuu fadiyo la isugu yimaado oo saraakiil iyo mas-uuliin iyo culimo iyo ahlulhay-a ay yimaadaan wariaasa iyo dadkii masaakiinta ee dawarsanhayay ay yimaadaan iyo dadkii meelahan jajiifee masaakiinta ee uskoga ku yaalla ee kharibna ay yimaadaan u kala qaybin jiray masaakiinta iyo dadka aan nadaafada badnayn meel goon uu fadhiisan jiray wuxuu dhihi halkan fadhiista kuwaas raashinkan siiyo unbaan idiin keenaya kuwa weyna boqorada raashinkan u geeyo qudhigiisoo kalaan idiin keenaya xaggaa fadhiista geesa idan layna markaa dharka ka wasakhaysaan ama aad shiirkiinna ay dhibsadaan iyosan jiidhiinna yaan meesha baleya dagaal ka dhiceene xagga ay fadhiista guri gooni u geyn jiray laakiin raashinka wuu u simi jiray taa laftigeedu waa siyaasad muhiima haddaad inta iswaalaysana aad qol gooni a geyso ilain baa wax ismoodayso cirka fiirinayse inta iska masaakiinta alla ku xidhna aad qol gooni laakiin raashinka aad u sinto waa wanaag sida ibnu cumar oo kale ila dadku waa dabaqaad anzilu naasa manaasilahum wey wuxuu ilaaliyey curfigi iyo dadkana waa ilaaliyey sharud waliimati ina waa iska ilaaliyey sharu acaamin waa iska ilaaliyey waa faqih min fuqahaa ilumma wey wafi riwaayatin fi saxiixayn riwaaya saxiixaynka ku timid waxaa ku yaala can abi hurayra radiallahu ta'ala min qawlihi uu yidhi bi'sa acaamu acaamu lwaliima bisa acaamu raashin baa baasle oo ba'anoo liita acaamu lwaliimati baa u liita yudcaa loogu yeedhi ilayha waliimada alla kiniyaa inta tanaadkii wax heli kara ayagu bariiska la bixi kara wayutarku waxaa laga tegi alfuqaraa inta saboolkeen waxba maalinka heli karin idan marka waa liitaa wey yacni maqsadkii muxuu ahaa in ajir la helo muslimiintana wax la taro intaan hawsha u baahnayn baad ugu yeedhaysaa marka ha lagu arkiyo ha lagaa sheegayo hebel baa wax qabtay bay u muuqanaysaa wejigii iyo macnihii lagu talagalo dhan baad halaynaysa وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال من العول وهو القوت على الحاكم قال اذا مال وجار معاني بدن بي كتما دا عالده وي دب بدن تاي دور اي تو معني نقطه او كلا دوان هذا لك واخ لو جيدو وا كي قوت كاها كي قوت كي راشين كاها وي كقوله عليه الصلاه والسلام ابدا بمن تعول ibda' biman tacuulu oo kale ila macno tahay man caala ruuxi nafaqeeye ee xilki qaadiya mas-uuliyadii jaariyatayn laba gabdhood man caala ay man anfaqa calaa jaariyatayn ninka ku filaada laba gabdhood xataa tabluqaa ilaa ay qaan gaadhaan miyaa mise xataa tabluqaa ilaa isku filaadaan cinda jumhuuri alcilmi xataa tabluqaa huna albuluqu huna laysa albuluqa sharciya ixtilaamki ma aha gabadhu ay qaan gaadhaysay hana qaadaysay ama ay dhiig helaysay ama ay da' ku qaangaadhaysa mehe waxaa loo jeedaa ilaa ay isku filaato ka maaranto gacan ku haynti gabadhna goormay gacan ku hayn ka maarantaa ilaa ay guursato oo guri la geeyo oo ninkeeda uu la wareego weli waxa weeye gacanteeda ku jirtaa ahlu cilmiga sidaasay qabaan mar hadduu ilmuhu qaan gaadho wuxuu igu leeyahy xila ma jiro sax ma aha wiilasha weeye hawsha ayadaa kurayda nagafka marka iyagu ay isku filaadaan orday shaqaysta dhe magaalada gala shaqaysta xoogsada waxna barta intaan idin soo wiri waa idin soo ama dumarku ayagu ilaa
aad gabadha guri geyso konton ha gaadhay waxa way mas'uuliyadeed ay ku saaran tahay ilaa ay guri guursato oo ninkeedu ku filaado ama shaqo kaleba intay heesho ama muslimiin kale wax taran ay ka maaranta biilkaadi wali waxa way albulugh huna wa alistiqlaalu الاستقلال بالزواج أو الاكتفاء بالزواج إما بلوغ احتلام كاي اللوجي ذي منع على الروح النفقية أما كفالة قادة جارية لبقى بدوت حتى تبلغ إلى إسقف اللاذان جاء واي مادة يوم القيامة مالك آخر أنا أني وهو أسو كاتين أنا والله بضع فروضة حق فضق إيا درجة إيا ميشان وضم أصابعه فريسي بالنبي إسقو قبطو إسقو بير شو سيدا لبدا فروض فرمنوكسيتي فرد حدي رواه مسلم مسلم باوري جارية أي بنتين بلوج إذا جماعة من أصحاب حديث كان نبي مركو شيدي يا نبي الله لو قرنا يبال هل نكورن هل قبر ننكي نفقي دبا استاغ تربية وحبر بيلة عافمات كان ولو شيدا ميلس إلا أي كورسن يسو أصلا ما لمد با نبي وا لمد بوري هل كقبر دا يا لبضو واسكو أجر oo aniga asagu ninki sidaa yeel ka tiriba noqonayna laakiin ninki laba beelay iyo ninki hal beelay nabigu xaqqa ha kala sinnaadeen laakiin way kala ajir badan yihiin tawaabka kala isdheer yihiin ama xaqqa fadliga ah ana oo huwa ka haatayna waad ka samantiin buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waa halka gabadha iyo labadu waa isku mid xaqqa fadliga iyo manqabada nabigu u sheegay lagu helayaa si kala baa lagu kala tagaya idan xuquuqdii dumarka iyo nabigu halka ka taagan yahay calayhi salaatu wasalaam sidoo dumar ku nabiga uga hadlay ama xaqooda uga hadlay ama uga dardaarmay rag kama hadlin xuquuqun nisaa nabi maxamed kaleey salaad bashariyada u bilaabay una cadeeyay meesha sharciyadu ka joogto hadda marka gaala waxay rabtaa inay wax yeebto ay marka xaqana iska ka dhigaan ayagu inay wax la yimaadeen caawa xadiis badan baad arki doontana macnaha ku saabsan ayagu markay 18 gaadha waa maxay duurkay galeysaa weeye 18 haday gaadha duurkay galeysaa waxba kama saara ayadna mas'uul kama tihid waa u dhamaatay marka badeeca raqiis ay ka dhiganayaan waxa doonay bay ku sameynayaa waaga dam waa aafabaysa awlu talaba ma anagu maxaan leenahay ilaa ay guriga aabaheed iyo mas'uulka waxay ka tagaysaa ilaa ay guri ay leedahay ku hooyato iyadoo isku filaato wa ilaa shantay waa masuuna muxtarama nabigu calayhi salaatu wa xadiid xasana laa takrahu albanaat fa innahunna almu'nisaatu alghaaliyaat gabdhahan yaa la kohonin waa wehel qaali ah wehel qaali aw ibn nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'nisatul ghaliyat ibn abbas wada qaray sa'id ibn jubayr bukun ma gursatay ma gursu yiri ummadu waxa u khayr badan guriga u dumar badan baa u khayr badan ah idan waxa way ajirkaas ku jir hadi il art wal bayli quraat baylayso jannad ku gali lama dhina laakiin hal gabadha waxa nabiga kula sinaanaysa hal gabadhood tarbiyaysay oo xaqeeda ka soo baxday nabi maxamed baa kula sinnaan xagga jannada gelitaankeeda toban koray waxaadan keelin baad ka helaysaa halka gabadha halkaas la gaarsiiyay dumarka dadaalka uu nabigu calayhi salaam diintana ay u fidisay وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو يدن وحيت دخلت علي امرأة هوني بايسو غشاي ومع ابنتان لها هوني بايسو غشاي ولبا غبدوداي دشاي لا سوده وما ابنتان لها لبا قبل ذلك الشيء بأن الله سعودة تسأل الدور سنسو وحيسية بغن الله كوهيسو مركا دبان فلم تجد ميسا إن عندي أن أغتيد شيئا شيء غير تمرة واحدة أن هل تمركا أهي وحان سيئو كبس يراشين من نم إذن يلين أنك أهين حبة تمرة حبة تمرة عايشة ويبحنا بقى سيقونا وغلطة عايشة واجب بريا واحد لك تلبع ولو بشق التمرة حفظي سنن وحبها كيدي سنن وحبها حساب سيدا ده دار الدنيا عشان ابو كغتك عليه الصلاه والسلام يواجد ما يورن جرتي فلم تجد ميسن لان قبل وحويدي سنه سي مسكين تايد عندي اكتد شيئا وحراشين وي هي وح مالا غير تمره واحده هل تمر انك اهي فاعطيتها اياها حبه تمرتي بنسيه قبل مسكين تايد أوفر سهوية نحريس تيدا فقسمتها حبدة تمرت بدي أكل قيبس أكل قيسي بين ابنتيها لابد قبل ربي أكل تشيحة حبة تمرة تأكل تشيحة لابد تكب حسابي تانا تشيحسي مدانا تشيحة وديبت ولم تأكل منها وحبك ما يسعونها ده حبة تمرة لك القوي
ولما فضلوا لو كلا ديب محكاسو قاري ويسكو دمات. ثم قام دواء إستاذ قبادة مسلمات الله المسكين تايد فخارج دواء بحضي فدخل النبي نبي قبادة صغل علينا نبي محمد بي عليه الصلاة والسلام قولوا عايشو فأخبرتوا وعن أشياء وحي قبادة الصميسي قبادة مسكين تايد ودور سنيسي وحي سميسي بها النبي أشياء فقال سبحانه وحول عليه الصلاة والسلام من ابتلي الروح اللغو امتحانه ابتلي هنا ومن الابتلاء لا من البلاء لا من البلاء ابتلي وامتحان بلغا قد ابتلي اختبر وامتحنوا أولاد مكة اللغو السيوني وامتحان رباني تكاليف باكاسر حل باكاسر واللغو ايقيا إن تخصب الحق وذي مسؤوليات كذي إنك لا لغو فيرنيا حولها لغو سيوى لغو امتحانيا عقلي علم لغو سيوى امتحان لغا قاضي عافمات با لغو سيوى لغو تجابينيا ما هوشو نعمس كسعوني ساي مجر توا لغو ايقيا مسؤوليات باقتا كايمانيس من ابتلي الروح لغو امتحانه من هذه البنات قبلها نحق وذا بشيء محون لغا سيوى قبل با لغو سيوى لبا لغو سيوى ولا لها باتشوك فأحسن إليهن فأحسن إليه إحسان فله إحسان كوا معي تربية النبي محمد بشرح أحاديث قال كل وإن لا تربية دينية دين تلبره أجب كجوري قال لبره شرع هذا لبره حجاب كذا لبره وحي مذيه وحي سبضني لك لبره قرأ هذا لبره وحول البروح مسلم يكون أكسب بريس كنا وحيون قنا له للمسلم المبتلى سترا حجاب يقول قنا من النار والنقرية نار تا حجاب كاغا نقونايا نيكي نار قلي وانا حقيم مدن حقيم مدن يا جنة واسدا هذي الجنة دي حجاب عفوا نار تا حجاب كاغا نقضان والدربية تيت كاغا نقضان وربي وكا حجيو جنة دي وادي روي كنا له حي نقونايا سترا حجاب بي نقونايا وإيا تيت من النار النار تا حجابة نار تا حقيا متفق عليه إذن امتحان كاسا ميشي يا لو مر هذي قبلها قعنت لقوق قليو أو حسان فشو سي شريعة أتكون ماموشو نار بد كجبت باديسا نيكي ويل لسيه تربية نار بو كجبت بادية شريعة أتكون ماهي إنه فضائل كله هولا كله هتشري نيكي ويل لسيه أقص بري سيف عن التربية يا طبعاً ويل لبا تنصدون نار تي كحجي كحكسن هيان ماهي إنه ووحيا با أخاس كأضمر كشريعة تعقل أنت يسيس متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وإذا وحيت لي جاءتني مسكينة مسكين بائتي من مال مال ما كاملة تحمل ابنتين لها قصدي هرين صوم الرئية الثاني مئسكم مدبا مسوي كالدوين وأمعلو خلاف صوابكم ما دام سيقوا كالدوين هاي وإن أي لوقي سكليه وإن لوقي سكليه تحمل ابنتين لها لبقى برضي شيء حنبار سنتهاي ويبا دبر كيبا كوسي دابا غبا دورو بيلا سوكان غبا فودلي ديو تان ويبا حمبارسنت فاطعمتها وحان سيون وهلي ثلاثه تمرات صدح بو تيميره وخ كلا وا ويتي صدح بو تيميران سي غبا دي مسكينتي دعه غبا دها ودت فاعطد وحيسي سي كل واحده مدكستا او منهما لبد غبا دودا تمرات حبه تيميريسس تنا مد بي وديبتي تنا مد بي وديبتي مخا زوهره هل حب حبه بي ترهويا اد بعد او اف غليشيد او وخ كدغتيد ورفعت وحيوكور يشي إلى فيها أفكذ تمرة حبت مرتي لمن أيدي باقي أيدي لتأكلها إنا يعنته فاستطعمتها ابنتها هو النصيب إلى هذه لبضو أنت كفر عشان بيدوق ذي حبت ذي كوقب سدين أما وإسكفو الله يرى دو حزقر ما هي أيوه وطود أفكوها يولي بيتيك لدين كان هو والله عين ميسد رباحا معنانين هوين حريص بضم بأيد فاستطعمتها وحاقود ويديستي والنسي لابنتها اللبذي قبل وضعي دشيبه النسي هوي فشقت التمرة فشقت التمرة حبت التمرة بيك لتشيحذي التي كانت تريد أي دوريسي أن تأكلها إن عنت بينهما اللبذي قبل وضعي أكل تشيحذي مركو حبت بيستنى حبت بيودي بتنى مد بيودي بتي مركي صوري تي افكاد جريسيت بيكو قايليه وي قبطو وي كلا تشيخدي تنى بر بيستنى هاف بيسيس عائشة وحيد تري فأعجبني شأنها وحن آدي هذا وقب بقو إياب قليون لا أمكاك قبر ناس حريس تيدا أغاسن كيدا
fudida ay wadato si ay u danqanayso. فأعجبني وحن أبوي عجب قرية جري شعرها فذكرت وحن أشيغي الذي صنعت فذكرت وحن شيغي الذي متك صنعت قبرده أي زميسي لرسول الله رسول كليبان أشيغي هو يدو نحريص تبضنيد أرن كي زميسي بان صوبانها اللوة عليه الصلاة والسلام. فقال النبي وحيري إن الله قد أوجب لها بها الجنة وبورد ماضيوي حكم نبي محمد إن الله سبحانه وتعالى إلهي بأيضا كان حريص بضاني سيؤدن قتلون حريصتي قد أوجب وحقوا واجب لها قبردي بها أي بالسنع سنع وحي سميسي تمرتي كرشيحدي أما حباد الدنبي كلاقويسي بهذا تمرت بدو عليسا لأنه إن صد حبوه تمرت بكسو هكاكا وانك لا قيب سنو وهولس كم معقولة انتان كلا قيب سنو حباد داني كسو هكاكا إناد ولا لها أدورته أما أوسي كله جويسو يا يدو أوش خطرتها قد أوجب لها بها بالتمرة التي شقتها الجنة جنة واجبية أو مثلا النبي وحور أعتقها وحور رب إلهي كحورية بها بالتمرة من النار النار تبك كحورية ويدن عائشة وحي آذية أولي أبتي أبكتي ما أهين إن لبت تمرات أي كلاسيسة وحي أهيد انتي مدي مد كلاسيسة تي صهر أي يدو حقوق أتراد أفك قريس مكي كو قبصدين إنه أكل جويسو كدما حقنا يسنكو عانا أو يسنكو الدلين. رواه مسلم مسلم باوري محايا إلي شقي قاسي هذا قوار داسي نارك قبض بادي إلهينا جنة واجبي نارنا كقحوري اتقوا النار ولو بشقي تمرة قواردي هوري حديث كيدي متفقة أها إيو حديث كي اتقوا النار ولو بشقي تمر وبخاري ستبات لغاي صحيح إذا مركو ترجمة سلي وحديث شرحها وحديث كسردني مناسبة ده سمرك إيجي لا تحقرن من المعروف شيئا تيوي وحير أذ الله درت أب حسيب النار كجبت باريس أو جنك هو واجبيسا إخلاص يا نحريس يحضر ربا وناك بل الدنيا دا عدني ما الدنيا سيدا دونك إنك شيء كي ملا إن تقيم دو وطن صومالي التقي ayuu tuul cidla oo reerkiisu ay ka soo jeedeen buuri dhaqtar baan ka dhaqoray waana aqoon wax soo bartay laakiin meeshii daawo ma laha daryeel caafimaad ma laha niman baa waagi dambe ugu tagay meeshii waxa la yahay meeshii maxaad ku haysaa dadko dhan tuulido dhan baa jecel dhaqtar hebel baa leh habri baa kan ka maad sheeganay asaga ilaahay nagu caafiyay wuxuu yiri oran meeshii daawo kuma haye daacadnimaan ku haya bar Istanbul baa u dhiibaa ilaahay baa ku caafiyay baan dhul baan ugu ridaa midu tiibay hayo ilaahay baa ku caafiya yuhuu markaa meesha daawo kuma haye daacadni baan ku hayaa niman dhalinyaro wadaa door reer karada iga sheekeyay toronto aan ku arkay dhowr goor waa idin sheegan umani dadku markaa wuxuu u baahan yahay naxariis iyo danqasho iyo waxa awooda si daacadni aad ugu qabato ilaahay baa barakeeyay ilaahay baa barakeeyay waxyaabo yar yar oo doqon ma garato ummadaas lagu anfici karaa jirta hadda goor baa halkan waxaa noogu yimid nin dhaqtaraho nin wadaad oo Soomaaliyeed baa noo yimid reesli markaas uu mashiino raqiis oo jaban baan ka keenay Yurub ama Galbeed ka keenaya meel yar oo guri yar qabta dhakhaatiirta hawsha ka shaqayn leen aan keenaya waxaan caawin wax tarayna dadka muslimiinta kaliya laga hayay usbuuciba kaliya laga dhaqay laga nadiifiyo mashruuc anaga reer baa noo keenay waa sida qaashin weynay waa waday meesho dhan buu mariyay waa dhow baan arkay 10 sano ka hor baa asagoo yiri hawshiisu waa iska noqday meel iska ka noqday isbitaal yar meel yar oo dhowr qol hadaan dad furtaan mashiinaha raqiiska la keeno muslimiinta maal balka taagan ee kaayada gacanta ku wata ee kaliya maal laga sifaynayo ee lacagaha badan ku baxayaan adaajir ka raasitan ka waramo biyaan inta soo cimraadi siisaad waxa laga yabaa iyada dhan baa inay ku kacdo waxaan ka badnayn $100,000 mashruuca dhan macal mashiinihiisa macal meesha la kireynayo macal dhakhaatiirta yararka ka qalaysha u shaqabaray looma jeedo muslimiinta aragtay dhan ee Kenya joogtay intaasoo malaayiin dhaqaale ku leh ay gaalada ka calaacalahayaan waliba qoyskan Soomaaliyeed hada daraasooyin baa ku socod maqlaysay daraasiin ma meel laga jeedanayaa inay malaayiin abuuraan meesha tagaan alaab keenaan qolina waxay dhahdaan waxayba caabudaan ba ilaah lacagaha sameeyaba lacagta sameeyo soomaalidu yana ugu yiri mid sawaxile soomaalidu isku ilaah ma niyiin buur maxay yeelay
annagu waxaan caabudnaa buu midan lacag shaqo ilaa kayo kuwo lacagaha sameeyay waxayaan wani waana qabto ilaa lacag kanu wax ma hayn ma waayay kartaa mar hadaan ku ruux ruuxo waxba ka soo dhici buu feerka barte muslimiinta kayo ku nool hal isbitaal oo muslimiinta lagu caawiyo firi ah kuma yaalo meesha kaniisaduhu ay ku leeyihiin hee عشرات عشرات هو مدح الضبار ايميشن ديقه كدجست امتحان كا اسبتال فري كولي دنت غود با الهي كو ديري با دنت غود با الهي كو ديري مشروع يرو اغون لا عاويه ما هيسان مشروع يرو لا عاويه غروبه ما هيسان وايلك هوشا غباي اي وخبا قبسن كرين اقرب لا انت ميل لا عاويه ما جيرتو hawshu un baye bakool ka jiray jirtoogay Soomaalidu quraanka u doontaan waxa lagu dhimi ka dugsiga tagto oo baahi ku qabato soo qarafayso ninki u doontay quraan ba garanayo quraanka xagga ila baye bakool ba laga soo baran jiray xeera lagu siin ama waxa lagu siin haya dhiil soo qarafaysa lagu leeyahay islaam dabu shida u tagi cambuulay kugu ridi tukalad u tagi caanay kugu dari tukalad u tagi hilib bay kugu ridi ku kala u tagi galay bay kugu dari mid garoor baa lagu shubi waxa la soo noqon xeero dhowr iyo toban nooc federation ah balla sallallahu alayhi wasallam marka saa caloosha laga qaban xaruun falki li waya kugu dhig xirdi quraanka soo baratay baa boqol weydii idan hadda waxaan u jeedaa ku keenay hawl wanaagsan bay ahayd intaas hadan inta la hayn qarafaysiga quraan baa lama barteen wax weyn bay qabteen khayr laasi laakiin waxaan u jeedaa muslimki miskiinka ina hada warkin waxa soo qarafisin baad laaysa soo qarafis sadibal tak kaysta hebal tak qarafis hebal soomar hagaal ka timid hebal baa isoo dura wadaadka u tagir wal wale soo qarafis soomaadi waxa soo mushkilo ragina ilaahay wax siiyay mashaariic yar yar ah ayaa ummad iyo muslimiin badan lagu badbaadin kara da'wa iyo diin baa ku jirta gaalada hata dhiban ee masaakiinta dad ka caawisa isbitaalada leedeen oo firi ah iyo mashaariic khayr oo leedeen ka caawisa islaanka soo galayaan islaanka jiclaanaya idan laakin uma jeedaan uma hawl kala idin xawlano waxa wani walba wuxuu xeeriya jira ilaahna asturo wa'an abi shuraih khuwaylid ابن عمرو الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين حق اليتيم وحق المرأة سداسا كتالا كتابك الشيخ أتيري حديثك حديث حسن رواه النسائي في الكبرى بوجهه بإسناد جيد وحديث حسن نسائي بوري في الكبرى بسند جيد وصدر الشيخ صحوي لكن سيدة نسائكتا لو اللهم إنه حرج عليك حق الضعيفين حق اليتيم وحق المرأة سيدة سوي حق بقوي رواية وهذا الشيخ الشيخ ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وي رواية هذا لفظه الشيخ ولفظ ابن ماجه يا أحمد يا النساء في الكبرى من حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة أما حديث خويلد بن عمرو الخزاعي حق ويوتا حق اليتيم وحق المرء وتا انت من كلا فاهم انت من وجيدا اللهم الله اني احرج الله وحان ادكينيا اون دوجينيا اون كحرميا امضي اني كحد غدبته تحريج كواسده تحريج كنبي قال لهم حي وحاوي الهي وحان ادكيي اون امضي اذا كحرميا اون اوغا دغيا اني كحد غدبان حق لبدا تاغتا درن حق الضعيفين لبدا تاغتا دارن حق الدنيا اليتيم وبدل تفصيل من مجمل واحد يجرتين وهي حق عربيه اليتيم اي حق اليتيم اي والمراه اغونك حقيسا اي هوين اذا حقيدا اغونكنا وضعيف بدنا وحدون ما نقضوا ابي با كدنتي يتيم بحال اذا حق بني ادمك أحد كأبيه دنتي بالي هذا حق حيوانات كان المهو يدي دمتي بالي يتم ليد هذا وكل دوان ناي
xayawaanaadkii bahaaimta kale shimbiraha xayawaankan kale nool cidooda xoolahanu dhaqanno waxaa agoona ilmaha hooyada ay dhimatay maxaa yeelay xayawaanaadku waxa qaraabe ilmaha wax tare ee soo xangagaba waxaa weeye hooyada aabbu waa baranka fayl maalin meel wax ku shubana wuu iska tagaya aadamuhuna waxa weeye cahadka shaqeeyo xooga ilmaha mas-uul xaqiisa uu saaran yahay laga rabo inuu wax u qabto waa aabbaha saasay u kala duwan yihiin hooyaa lagu abtariya anagu geela rtiga dhalaan ugu abtirinaa fir inay hebel rtig inay hebel ahaaba ku sujadaan dhihi jiray miyse ahayn geel ma hooya lagu abtiriya warshe calahay anugu awrtaan arki jiray awrta la qooriyo hashaani waa rtigii hebel ahaa firkiisi baan maqli jiray arug geel badanna ma soo dhaqiin hala irmanaan raaci jiray mararka qaarkood adugu sara taali inalaad ka hadlaysaaye soosaama khayr shooma almuhim u fiirsada xadiidka nabi wuxuu ihi ilaahay ummadda waxaan oga degayaa ama ka xarimayaa inay ku xadgudbaan xaqa alyatiimi waalmar'a agoonka xaqiisi iyo haweenida xaqeeda hooye ha noqoto walaal ha noqoto mid kuu dhaxday ha noqoto mid kuu dhalatay ha noqoto dumarku xaqooda waan la iska ilaaliyo xuquuqul mar'a xuquuqul nisaa shareecadana meel dhigtay axad kale ka dheegan mayna annagay naga dheeganayaan kulligood laakiin aafadu markay inagu ku tumannay baa la iskaga kaa dhigay in wax lagu sheegay wax lagu barayo aafadu midaas wey xadiidka abu hurayra cinda ibn maaja wa axmed wa nasabi kubra wuxuu ku daray hadalkan isaga asuubanuhu wuxuu ka sheegi jiray minbarka kaana yaquulu dalika calaa minbarihi minbarkaasuu nabigu ummadda buuxda allahuma inni uxariju xaqa aldaciifayni xaqa alyatiimi wa xaqa almar'a agoonta xaqeeda iyo miskiin ee dumarka xaqooda ilaahayow ummaddeeda ka xarimay inay ku xadgudbaan waana ku adkaynayaa hadday ku xadgudbaanu beri baan ka ahay wey ha la iska ilaaliyo ha la iska ilaaliyo dumarka xaqooda ha la iska dhowro dumarkuna waxa weeye haddii ragga waa ka taagdaran yihiin dhan walba waa ka nugul yihiin gobonimadu waxay keenaysaa ninka kaa nugul ama kaa hooseeya inaad il naxariis ku fiiriso oon lagu tiiganin oon lagu diganin wax loo reebo wax loo hambeeyo saa darteed waxay ku mamahaan nin raga naagu ka adag hebel naagtiisu way ka adag tahay waa ammaan soomaalida agtooda ammaan weeye marka ay akhyaar wada hadlayso kuray wadaateen ilma adeer markay ku dacayeen iska badaa kuray wadaateen ama isleegteen isku ayna markay ku dacayeen hayaa ninka hebel naagtaa ka ada islaantaa ka ada waa iska howl weeye laakiin markay akhyaari wada lawada fadhiyo oo geed la xaajo qaadanayo nin raga naagu ka adag baa la yidhaahdaa nacasna naagtu ka adag yaa la yidhaahdaa ninka nacaska low sahalka islaanta budh buu ku lafa bixinayaa in ayada la iska celiyo dhaha la taago wuxuu moodaya ragannimo raggaa la iska dhacashaayo dumarka waa laga foorarsadaa waa laga sariigtaa waxbaa loo reebaa nin haddaa arta xiniyihiisa gabdhaha ula soo baxahay xiniyihiisa hadhow ragga looma soo bixi kara beentii wey waxa la ogaaday hawsha ogaada saa darteed nabigu wuxuu yidhi khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahli waxaa idinku wanaagsan midka ahalkiisii reerkiisa dumarkiisa u dabacsan gabdhuhu iyagaaba gob ah iyagaaba akhyaara ee wax badan kuu reebaya ninka ragga gabadhba wax ka dhigta ee ha moodin iyada laisku taago madax lagaga istaago oo la iswaalo inay ragganimo tahay waa dulinnimo dulinnimo hawsha aad oga iskaga fiiriya iska ilaaliya wa macnaa uxariju waa ulxiqu waxaan allow haleeshin wey alxaraja ayo diiqa waalithma wa huwa alithmu dambi wey biman duulkii baan haleejinayaa dayaca xaqahuma xaqooda dayacay ee meel kaga dhacay dembi iyo dhibaato waxay haysataa ninka xaqa agoonta iyo xaqa dumarka meel kaga dhacay wauxadiru waan ka degayaa min daalika arrinka in xaqooda meel lagaga dhaco taxdiiran digid baliiqan xeel dheer wa asjuru waana ka reebayaa oo waa ka celinayaa canhu can daalika zajran akiidan reebid iyo difaacid adag la adkeeye la dhuujiye idan uxariju marka siqada nabigu isticmaalay sida waxaa leertay nabigu ku fasiraya macaanida meesha soo gelaya dembi baan ku xukumayaa waa adkaynaya waa dhuujinaya waa ka digaya intaasoo macnaa ku jira
طيب مركا الله يسكى إلهي الله يسودر دارمو استوصوا بالنساء خير يا باب قونئة الوصية بالنساء وأنه قنت الدونة أو ملح بنان أنت شريعة أن الضمر يحقوض أي كهذا الشيء رقا كما يسهلين وحيا بير مسؤوليات كرقوا أي كينيان واللوسط كرقوا رقوا واجرة لكن مركا الله فيريو دمر كاكا نعفي بدن او كحقوق بدن او حولها لو برداي ميل ولا حتى دخلكا حتى دخلكا رغو حقاته يدمر دمر كاكا بدن مركا لان قال الدورا اذا قادو حيدن كو قفلن دخلكا اي دمر كا رغ دمر كا رغا حوله بدن مركا انو كتاب الميراث غانو بينو تلمامي دونا اي دمر كو حوله بدن يي ميل يرو مسؤوليات رغا كو سو كدو لو تغليي با واخ لو كرديي لكن أغلب ذلك واحد حلواي والضمر وحلوك رينا وأيجا أيضا غني أو حول أبداً يا إلى جرو أبي ذا يتقبل كذا لقربا إلى جرو إنك ذا يتقبل كسرية أو عالك لقربا روح عنك جبو أيضا أكون كذا بحسنيس إذا حول أبداً بهايستا وعن مصعب ابن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال الصحابة وحويلي عفوا مصعب وحويري تابعي وياه رأى سعد سعد وقاص بوحوار كالزهري أن له فضلا ليراضيا ما قال إنه لا يهي على من دونه من أصحاب الرسول في رواية أصحاب تسكه سيس إنه وحديري هاي باسمه تسيي حيل سعد وحوار ثالث الإسلام نينك وحائصهم مرتبة أنا روح صدح هذا المسلمين تاع بس هذا كشيكي صحونا أقرن ثالث نينك صدحات أما أفراد بواي دينك إسلام كسوق له وحلو دك ترى حاجة جيسني ماذا يضجال كي يوحتر كألف فارس كان يعد بألف فارس كنن كن فرد فردولي بودك مشري وحوا هنينك مسلمين تأوك شيش بدن بوها قناص هذو إيش يبالغ فوق قبط كلا طوري بوها أول مرة ما سهم في سبيل الله بوها نكون نبي وكفانا وهذا خالي فليرني أحد خاله أنا أقول أبتقي واكره وأذكر الله يساني أبتقي الله ماذا كيري بنبو سعام انتو نعمري وقال كيري واي نوحاوي قبل نمو مال اكتوي مركز من آدم باطاي حو نفطن وكو أففتال لغا يابا مركز مصعب حولي آبهاي سعد رأى أن له فضلا على من دونه تذكي كهوسي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبي أمرك دنك لو حكفانسي مسازا سعدوها هل تنصرون ما الذين قرقراب نبي وترزقون ما الذين ديفيا وإرساقات يروب ينعم الله دنسيا إلا بدعفائكم كوين نتاك تدري هذا الموز سعدونا وحدير طاي يبد كنا شايبا وينك الصومر حديثك أنس لبويلو ولا لا نن علمك برتو نبي محمد سكا أكفر دي وحروة نن صور شقية أي حروة وحيز متيكي شقينا يا وكيس ودعوا ذوي نبي الله وإن كان وحي لما قبتها دي نوحوا لعلك ترزق به سمعنا سمر وروا الدكان كذا شوق هذا وضو إن كان إسكدا أو عبرتي وحب الله قيا وبيلك ما نتكوه ليسو أسكت درتي ما إن كان بيلك كجوسط أنا ولا جابوني صدقان بحين إنساني مساجد وحتر إنساني ضدك مسلم تود أن قان إنسان بالله قيا بجنعسي نمبلاله يبون كل سيء ما لك الحواء كونا حرطة والله ذنك حريد نكون وحل أوجي هاي وحل أوجي هاو شو اسكي لالي رواية أحد كل عديس إلا بدعفائكم ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين ما حد كلام رواية كيس ينصر المسلمون مسلمين توح الله وجه ليا لو جرجارة عدو ذو كتشبا أيقون أيكون قول إستان بدعاء المستضعفين انتو ضطعت درم با إلهي وقول حريصني دعاء ذو ولذلك البخاري وحبا واستحديد كان باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب البخاري ترجمه وفرس حوري وباب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب مركز حديثا أيوه كان رواه البخاري ووري هكذا مرسلا أي في سورة المرسل وما حقيقة الإرسال محايل حديث كسعد يعني مصعب وتابعي بوجد النووي وكوشي قدونا فإن مصعب سعد تابعي ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيح متصلا عن مصعب عن أبيه لكن بخاري لتوسه ومتصل محايا لحديث كوحاد ظاهرة إن مصعب كقاطي عن أبيه
ولذلك البخاري إرسال مواركه إرسال مواركه موصول بواركه إسلا حديثك سعد وحاكوي مد وإسلا حديث كان إنما نصر الله هذه الأمة ومضى إلى وحوقه إليه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم ومضى إلى وحوقه إليه كقول ليستا بلا يونك قبت بادا عدو قد اللقود شبيا كقول ليستان كوضا تاكتا دارن بريضوضا صلاة دوضا إخلاص كوضا كبت باديا ما هذا تدين نئية جاه ما وحلقها الله جاه يا شرف ماشي ميا لو على الله يا متك مسكين كي ضعيف كابين علوم ليين دعاء يسوى دعاء كخشوع بدن او كرم بدن متك غني جاي وحسمه ذي وقلب قيسات شبن وتقدر اي هاي باهي بدن بو الله قبا باهي بدن بو موجن ايا قلب يسكو مشغول سنه حسابه فر بدن كو مشغول سنه ادو مركا غعمها تاكتبه أكون كيف لو كوكو صور دعو العك دكان كيف سوبي ودي جاري ساكا قال السليد دم ما شبابي كوكو صور دعو حسابه بدن أضوا هوا شد هول كلو ويا به أضون كان قلبي سوا فارغ واحد بدن كوميتشرو وكاخو شو بدن يهاي تواضع بدن بوليه يهاي وكاش الشبان يهاي مسكنا كجرته وحو أنا ويا وكاجر ويا دعاء زين لا أقبله مركز سيدا سنبوي إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم إذن نبي وحن قاري دونا هذا حد كنا نقول حقا هلا إيرادي يبا بينو قاري دونا مركا وحاوي تدكا ضعفة إن لون حريستو ويغا لغا ورقبو أو وحلا ترو أيا قوشو بكو حران تايبا إيه قوشو بكو حران تاي أيو نمكا إنو الدعيان إله وحتر إله وحسي إله هذا قال الشبي مع التبيع الله وشبي محمدين قوة إله هذا وعن بالدرداء عويمر رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قرآن مغلي ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم رواه أبو داود بإسناد جيد سيدو الشيخ والشيخ أبو داود غير كبه وغريان ابغوني لبا معنى الله الشيخ ومن نوائم لغاكينو ثلاثي وبغاء مركا أيضا وإنو كسرين همزة وهمس وصل بين قنيسة ابغوني إيرادي ومركا إيطلب ابغوني إيرادي بين قنيسة بعض النصانى وحي قريان همزة قطع بي قريان ومر كان ليلادو لكرد وهمزة أبغوني ليلادو أبغوني من أبغيت أبغيت الشيء إذا أعنته عليه يقول كالمية بي مرنو قنيسة مرنو يقول كالمية ومر كان كان يقول همزة قطع أو رباعي أبغاء مرك ككين ثلاثيين همزة همزة وصل بين نقونا وات كسرن إبغوني بالليلة وطلب من إن ثلاثة كأنتين الربع كأنت وحاكو حنا همزة كل بق واحد حركة ينز همزة وصل بات كدي يبغوني ومعناه ده اطلبوا لي إيرادي أو طلب هذا الربع كأنتنا أبغى بين غور وامح أبغوني بعد وذكر نبي واحد جد ده يقول كلمي هو مركا أعينوني بين المعنى طاي إيرادي أما يقول كلمي لبلا معنى كانوا قنيس إن المركز ثلاثة كتيبة أنا أرجح محايا لي رواية كلا تمد ابغوا لي ابغوا لي إيرادية إيرادية الضعفاء مسلمين تاكتا دارن إيرادية او ايغو ييرا اينو دعيوي انا بريين انا دحجوين ان وحترو وحتركو الهي ان قول كغه هلو فانما ترزقون وحالدون رزقاء وتنصرون لدو غرغارا العدو كغه ادكاتان بضعفائكم اي بدعوتهم واخلاصهم وصلاتهم رواه ابو داود باوري بسند جيد والله سبحانه وتعالى عليه.